سجناء، لن ننساكم يا سجناء، لن ننساكم يا سجناء، لن ننساكم يا سجناء، بالروح والدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحرار الأوفياء الأشرار. السلام عليكم أيتها الحرائر العفيفات الصابرات. السلام على شبابنا المرابط في الساحات. السلام على معتقلينا خلف الزنازين في ظلمات السجن. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم على لسان يوسف عليه وعلى نبينا وآله السلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هؤلاء المعتقلون السجناء وعلى رأسهم من اجتمعنا على باب داره في ومنزله وأمام أهله وأحبته، اعلم يا محمد ميرزا أننا معك قلبا وقالب، والشعب لن ينساك وسيواصل الدرب. أنتم رمز القوة، أنتم وقود الثورة، أنتم الذين تساعدوننا ويمشي الحراك الدائم في الساحات. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. السجين طبعا عندما يوضع في السجن ليس هو سجين وليس هو ذليل، إنما هو عزيز رجح العزة ورجح الشرف ورجح الحرية ورجح الشهامة والكرامة لأجل أن يعيش حرا طليقا. فإن الحرية لا تروى إلا بدماء الشهداء، ولا تروى إلا بصبر السجناء وأولياء السجناء. فإذا هذه الكلمة يرددها المعتقل، معتقلنا العزيز الذي اجتمعنا لأجله محمد ميرزا، يقول: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إن الحياة مع الظالمين إلا برما. فإذا العزة والمروءة والكرامة لا يتحصل عليها الإنسان إلا بالصبر والنبل والمرارة والابتلاء. فهذا الخط الذي اختاره معتقلنا محمد ميرزا لهو درب الأولياء ودرب الصلحاء ودرب الأوفياء ودرب الأنبياء ودرب إمامه الإمام الحسين عليه السلام، الذي أعلنها صراحة أمام إمبراطورية زمانه يزيد بن معاوية عندما خيره بين السلة والذلة، فأعلنها صرخة مدوية وأعلنها السجناء وأعلنها جميع هذا الشعب الذي لاقى ما لاقى من الويل.